بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بحضراتكم وبنشكركم على حضوركم الكريم. النهاردة مؤتمر لتنسيق 30 يونيو الكيان الجبهوي اللي كان بيضم عدد 36 حركة أو ممثلين عن 36 حزب وحركة سياسية، شاركوا بشكل رئيسي وفعال في الحشد لتظاهرات 30 يونيو والتنسيق لفعاليات ما قبل وما بعد 30 يونيو. النهاردة المؤتمر ده بخصوص إعلان إعادة تفعيل دور التنسيقية، وهيطلع علينا البيان الزميل عمرو شفعي. بيان لتنسيقية 30 يونيو. بعد أيام ستحل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير المجيدة، تلك الثورة التي عبرت عن إرادة الشعب المصري وطموحه للحرية والتقدم ورفضه للاستبداد والتخلف. وقد تآمرت على ثورة 25 يناير قوى معادية في الداخل والخارج، ها لها أن يقبض الشعب المصري على مصيره بيديه، وأن يتحرر من هيمنة القوى الاستعمارية ولصوص المال العام وناهبي الثورة الوطنية وجماعات المصالح الذين ارتبطوا بسلطة فاسدة ومستبدة قهرت شعبنا وأذلته ونهبته على امتداد ثلاثة عقود متتالية. وإذا ثورة الجماهير العارمة في 25 يناير وما تلاها لم يكن هناك من بد أمام القوى المعادية للشعب إلا أن تتحايل على إرادة الملايين من المصريين الذين احتلوا شوارع ومدين مصر بأكملها، فتحالفت مع جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات التكفير والتخوين وسلمتها السلطة لكي تقطع الطريق أمام استكمال الثورة وأهدافها وسيطرة الشعب على مقاليد الحكم في الأيام التي تلت 25 يناير. وعاشت مصر عاما من الترويع والظلمات والإرهاب، حكمت فيه بقوة إرهابية متطرفة لم تؤمن يوما بقيمة هذا الوطن ولا بقدرة هذا الشعب العظيم، فتآمرت على استقلاله وتقدمه واستقلال إرادته الوطنية، وفتحت أبواب البلاد أمام جحافل القتلة والمخربين، وعاثت في أركان الدولة فسادا، وروعت المواطنين وشقت الصف وزرعت بذور الفتنة في أركان البلاد، الأمر الذي حفز جموع الشعب المصري فخرج بالملايين يهز أرجاء الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ثائرين ضد من اختطفوا الثورة واختصبوا السلطة وراحوا يدمرون ركائز الدولة الوطنية ويهددون ميراث الأجداد الذي يباهي به شعبنا العالم أجمع. وكان منتظرا بعد هاتين الثورتين الكبيرتين أن تتأسس دولة العدل والحرية والكرامة والحق والقانون، مصداقا لشعارات الثورة العظيمة: خبز، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. غير أن الظروف التي تفجرت فيها ثورتي 25 يناير و30 من يونيو حالت دون أن تحقق الجماهير أهدافها، فغياب التنظيم الثوري الحقيقي وانقسام القوى الوطنية وافتقادها لرؤية شاملة لتحقيق هذه الأهداف حرمها مرة أخرى من أن تقرر مسيرة ثورتها ومصيرها، فعادت من جديد الوجوه القبيحة التي عبرت عن عصر مبارك البائد تحتل صدارة المشهد، غير مدركة أن الزمن قد تغير وأن الشعب قد امتلك وعيه وإرادته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما شنت هذه القوى الفاسدة حملة عنيفة لتشويه ثورة 25 يناير المجيدة، وبادعاء إنها مؤامرة أمريكية إسرائيلية لهدم استقرار البلاد، ووصمت كل المشاركين فيها والكيانات الوطنية التي هيأت لها باعتبارهم حفنة ضئيلة من العملاء والخونة في محاولة بائسة لعزل الثورة عن الشعب وبهدف القضاء المبرم على فكرة الثورة وحلم التغيير إلى الأبد. وقد استغلت القوى المضادة للثورة مناخ الإرهاب الذي نشرته جماعة الإخوان والجماعات الحليفة لها من أجل استعادة سياسات القبضة الحديدية التي كانت من أسباب ثورة الشعب في 25 يناير، وسنت مجموعة من القوانين الباطشة كقانون منع التظاهر، وتم التنكيل ببعض شباب الثورة، وأهملت قضية العدالة الاجتماعية، بينما تم اتخاذ إجراءات اقتصادية أضرت بقطاعات واسعة في المجتمع،
وترك الفساد يعربد في أركان الدولة دون محاسبة، بل وتم تأمين الصفقات الفاسدة لبيع القطاع العام بقوانين حاكمة تمنع الطعن عليها. واستمرت سياسات الانفتاح الاقتصادي تلبية لتعليمات صندوق النقد والبنك الدولي دون النظر بعين الاعتبار لمتطلبات المصلحة الوطنية. ثم كانت الخطوة ذات الدلالة الأكبر حينما تم تبرئة المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وأركان وزارته من تهم قتل المتظاهرين، بجانب بعض الجرائم المحدودة بالمقارنة بما اقترفوه في حق الشعب على مدار العقود الثلاثة الماضية. إن هذه الأوضاع وغيرها تعني أول ما تعني أن تحقيق أهداف الثورة لا زال بعيد المنال، وأن إنجاز أحلام الشعب المصري في التغيير والتقدم يحتاج إلى جهد تنظيمي أكبر، وبالذات بين أوساط وقطاعات الشباب، وهو الأمر الذي دفعنا إلى إعادة تنشيط تنسيقية 30 يونيو استنادا إلى الدور الذي لعبته قبل وأثناء وبعد يوم 30 يونيو في تعبئة القوى الشابة وقطاعات المجتمع الأخرى. وإذا كنا نرى أن الحاجة ماسة الآن لاستعادة دور وتنظيم تنسيقية 30 يونيو، فإننا نعتقد مخلصين أن الطريق يحتاج من جديد إلى تنشيط جميع القوى الحية في المجتمع ودفعها إلى ميدان العمل الوطني في مواجهة عدوين رئيسيين، أولهما فلول نظام المخلوع مبارك التي تعتبر واهمة أن ثورة 30 يونيو ثم تبرئة المخلوع هي بمثابة إعادة اعتبار لها ودعوة لانقدادها على السلطة مجددا، وثانيهما فلول نظام الإخوان الذين يخوضون معركة حياة أو موت من أجل العودة إلى المشهد وإلى السلطة التي فقدوها في يوم 30 يونيو. إن الثورة المصرية العظيمة تتعرض لخطر داهم، وشباب الثورة الذي راهن على مستقبله بنجاحها مدعو لحمايتها بالعمل الدؤوب والجهد المنظم والتحركات السلمية المسؤولة، وهي الدعوة التي من أجلها نعيد تنشيط تنسيقية 30 يونيو، وندعوكم جميعا لمساهمة في هذا المشروع الوطني الأصيل.